عايزه اتكلم عن اكتر من نقطه. اولا التنظيم وتدخل التكنولوجي الكبير في ان انتم تقدروا توظفوا التكنولوجيا في حمايه المواطن او في حمايه الزائر اللي بيجي المعرض، وده قد ايه اثبت نجاحه من الدوره اللي فاتت؟ خليني اقول لك انه في تضافر كبير جدا من كل الجهات اللي موجوده في الدوله المصريه علشان انجاح المعرض وعلشان استخدام التقنيات الحديثه، وده كمان يعني بتتابعه بشكل دقيق في كل خطواته معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم اللي كانت مهتمة جدا بفكرة التحول الرقمي والتكنولوجي في المعرض بالذات. عندنا استخدام رقمي خارج المعرض، المنصة الإلكترونية والخدمات اللي بتقدمها للجمهور، بحيث إنه اللي ما يقدرش يجي المعرض المعرض بيروح له إذا صح التعبير. في جولة افتراضية ممكن حضرتك تشوفي الجناح ده 3D وتتجولي فيه وتعملي كليك على أي كتاب فيطلع لك بيانات الكتاب ده، ومن جناح الهيئة العامة للكتاب تقدري تشتري كتب توصلك البيت وتدفعي دفع إلكتروني، وهيئة البريد متعاونة معانا في المسألة دي بشكل قوي جدا. ده خارج المعرض، يعني كمان معاه الإصدار الرقمي الأول للمشروع الكتاب الرقمي لهيئة الكتاب اللي كان باكورة إنتاجه هو موسوعة سليم حسن، موسوعة مصر القديمة. داخل المعرض بقى احنا بنستخدم حاجات كتيرة جدا، بداية من حجز التذاكر على المنصة اللينك اللي حاصل ده، من تنظيم الدخول انه التذاكر كلها بقت بيبرلس، كلها بكيو ار بيوصل على الموبايل وممكن ندخل بيه من غير طباعته، وده برضو للتحول الى انه المعرض يكون امن طبعا علشان قلة استخدام الورق ولو انه معرض كتاب في الاساس. كمان بالنسبة لإجراءات الدخول احنا بنستخدم فيها فكرة التكنولوجيا دي، وفي جهات كتيرة متعاونة معانا، يمكن أهمها في الجزء ده الشركة المتحدة للخدمات الرقمية اللي قامت على المنصة وعلى سيستم الدخول كمان. القاعات اللي احنا فيها دي رغم انها قاعات واسعة جدا وعالية جدا زي ما انتم شايفين، يعني متهوية كويس قوي كأنها مكان مفتوح، لكن كمان القاعات فيها كاميرات هيد كاونتر بحيث انه بنقدر نتحكم في العدد الموجود في كل لحظه حقيقي، واذا زاد عن عدد معين اللي هو الكباسيتي المسموح به في ال 10,000 متر دول بنقفل الابواب لحد ما بعض جمهورنا يخرج ويدخل ناس تانية، ده لضمان التباعد الأمان طبعا. عايز اقول لحضرتك ان انا الدنيا طبعا زحمه جدا والحمد لله انه في اقبال شديد جدا، بس حقيقي احنا مش حاسين بالزحمه. نعم. يعني انا شايفه بره اعداد كبيره جدا جدا، بس احنا مش مستائين خالص من الزحمه وكان الدنيا مش زحمه خالص. حقيقي التنظيم رائع وبجد التنظيم هايل،